نغدو من وحي رباني لنجول بقصص القرآن. أدعو صحبي والخلاني، قد آن الموعد قد آن، قد آن الموعد قد آن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان. يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن. جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان. عن رسل سوف يحدثنا حملوا الراية للإنسان. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هيا 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 قد آن الموعد قد آن. هل أنهيت دروسك يا ماجد؟ نعم يا جدي. وهل قصصت اليوم على زملائك ما سمعت من قصة أصحاب السبت؟ أجل يا جدي، وقد شكرك الأستاذ إحسان وشكرني أمام كل الفصل. بارك الله فيك وفي أستاذك، المهم هنا الفائدة. والمهم أيضا أن أسمع بقية القصة لأنهم ينتظرون. قبل أن أقص عليك قصة اليوم يا بني، يجب أن تعلم أن هؤلاء اليهود كانوا دائما متطلبين. وعلى من؟ على الله عز وجل. فكلما هيأ لهم أمرا طلبوا آخر وآخر وآخر، ولهذا لعنهم الله سبحانه وتعالى. إلا الذين يؤمنون منهم بالنبي الأمي ويتبعونه. والله سبحانه وتعالى في فترات كثيرة من الزمن سلط على اليهود من يعذبهم ويضطهدهم ويذيقهم مر العذاب الذي أذاقوه لغيرهم. فكلما انتعشوا في الأرض وطغوا جاءتهم من الله سبحانه وتعالى ضربة قاسية قاصمة، ولو طال الزمن بين كل فترة وأخرى، فإنما لأنها تجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتقديره. وإن اعتقد البعض أن هذه اللعنة على اليهود من الله سبحانه وتعالى قد توقفت لعلو شأنهم وسيطرتهم كما هو ظاهر للعيان الآن، فإن هي إلا فترة عارضة من فترات الزمن، ولها أسبابها المتعلقة بالمسلمين أنفسهم وبعدهم عن دينهم وعقيدتهم وسعي كل فرد منهم لتحقيق غاياته الخاصة الضيقة ومصالحه الفردية على مصلحة دينه ومجتمعه الإسلامي الطاهر الرزين. وهذه الحالة آفلة بإذن الله عن قريب، وكل آت قريب مهما طال الزمن، حتى يزولوا ويزول طغيانهم وتجبرهم. وهكذا يا بني، نسي هؤلاء الظلمة عهدهم مع الله بعدم صيد يوم السبت، كما نسوا أن هذا اليوم قد خصصه نبيهم موسى منذ زمن للعبادة والطاعة. ولأن الطمع يعمي فقد تجاهلوا حرمة الصيد،
وبدأوا يصيدون السمك يوم السبت بكل سهولة، وأصبحوا يبيعونه في السوق ويكسبون الأموال الطائلة كما كانوا يشرون منه ويأكلونه دون وازع من ضمير أو دين، وظنوا أن الله يجهل ويهمل. وهل كانت كل القرية موافقة على ما يجري في يوم السبت من صيد وبيع وتجارة؟ يا بني، في كل أمة يوجد الصالحون والطالحون والمفسدون والمصلحون، فعندما بلغ بقية سكان القرية ما يفعل هؤلاء النفر من صيد وبيع وشراء في يوم السبت، استنكروا ما فعل هؤلاء ودعوا إلى اجتماع عاجل في العريش يحضره الجميع، ولنرى ماذا سيحدث. ماذا سوف نسمع منه؟ أجل نعم. تعلمون يا أصحاب السبت أننا بني إسرائيل قد اخترنا يوم السبت لنتفرغ لعبادة الله وحده، وندع في هذا اليوم البيع والشراء والصيد حتى لا نتعرض لغضب الله وعقابه. وقد جرت العادة منذ أيام نبينا موسى عليه السلام وحتى هذه الأيام على عهد نبينا داود. مشكلة. ألم تكن سابقة من بني إسرائيل أن قام أحد بمثل ما فعل بعض سكان قريتنا الذين استحلوا حرمة يوم السبت وتمادوا في غيهم؟ وهذا لا يكون ونحن هنا ولن نقبل به. كيف هذا ستفعل؟ كيف؟ وعليكم أن تنتهوا عن فعلتكم النكراء هذه، ولكم في بقية أيام الأسبوع وقت طويل وكاف للبيع والشراء والصيد وكسب الأموال. والله سبحانه وتعالى لا ينسى عبيده بالرزق والنعم التي يجب علينا شكرها بدلا من كفرها وتجاوز حدود الله. يا شيخنا الكريم، وما فائدة الوعظ مع هؤلاء ما داموا قد تجاوزوا حدود الله؟ فلا ينفع فيهم وعظ ولا تذكير ما داموا لا يخافون الله ولا يقيمون حرمة ليوم السبت. لو كل واحد سكت على الخطأ والمنكر الذي يراه لانتشر الفساد في الأرض، ولعم الظلم، ولبغى القوي على الضعيف. أنا لا أوافق عليه. إنما واجب علينا أن ندعو إلى كل معروف وننهى عن كل منكر، لعل الله يفتح قلوب هؤلاء المفسدين فيعودون إلى الطريق القويم. وإذا لم يفعلوا فيكفينا أن يعذرنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولا يؤاخذنا بصمتنا وسكوتنا على ما استحلوه يوم السبت. نعم ما قلت يا شيخنا، والآن نوجه كلامنا إلى من عصوا الله يوم السبت وندعوهم للتوبة والإنابة، وإلا قسمنا القرية بيننا وبينهم، فماذا تقولون يا من تصيدون وتبيعون يوم السبت؟ ولماذا نقسم القرية بيننا وبينكم؟ لماذا؟ فأنتم أهلنا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا، ولا يمكن أن نخرج عن أمرنا، فنحن نعود ونرجع عن خطائنا وسنمتنع عن الصيد يوم السبت. ولكنك تعرضنا للخسائر، فهل نترك كل هذه الثروة السمكية تفلت من يدنا؟ ولماذا لا نغير يوم السبت ونجعل حرمة الصيد في يوم آخر، وليكن يوم الأحد أو الاثنين أو حتى الجمعة، ودعوا لنا يوم السبت نصيد فيه فنربح ونسعد ونمرح. وهل تريد أن نغير شرع الله من أجل ربحك ومرحك؟ خيبة الله عليك وعلى تفكيرك الرديء.
أنا توقر الله وتوقر تشريعات ديننا؟ هل تريد أن نغير الشرع فقط لأنك تريد أن تربح دراهم؟ لا والله هذا لا يكون. يا رجال اسمعوني يا أصحاب القرية، لن يكون إلا ما تريدون، لا صيد في يوم السبت. ولكن أنا اسكت، سأقول لك ما تريد ولكن ليس الآن، سنأخذ ما نريد بالحيلة وذكاء. اصبر مع سكت. أحسن، لقد اتفقنا. لا صيد في يوم السبت، لا صيد في يوم السبت. إذن تفرقوا إلى مصالحكم وأعمالكم ما دام الأمر قد تم كما تريدون. حسية، هيا بنا، هيا بنا إلى أعمالنا، هيا نذهب. اسمع، يجب ألا نبقى هنا وحدنا. وما الذي يمنعنا؟ أنت لا تحسن التفكير ولا التدبير. لا داعي للغلط، قل ما عندك وكفى. انتظر قليلا ولا تستعجل، فسأدبر الأمر وأفعل ما أشاء، ولن أقبل بما يريدون. وماذا تنوي أن تفعل وقد حصل ما حصل؟ لم يحصل شيء، وسأثبت لك وللجميع بأنني الأقوى في خططي وفي أفكاري. سنأخذ ما نريد بالحيلة، فلا تقلق. ولكن يا جدي، كيف يقول الرجل المفسد لصاحبه الآخر سنأخذ ما نريد بالحيلة والذكاء، وفي نفس الوقت يتعهد للشيخ بعدم الصيد يوم السبت؟ يا بني، هؤلاء أخلفوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى، فكيف سيحافظون على عهدهم مع مخلوق مثلهم؟ إذن لما تركهم الشيخ الصالح وصدق وعدهم بأنهم سيتوقفون عن الصيد يوم السبت؟ لأننا يا بني لا نشق على قلوب الناس لنعلم ما فيها، ولكن نحكم على الناس من ظاهرهم، ونترك خفايا ما في قلوبهم لله سبحانه وتعالى، فهو المطلع على الضمائر وما في القلوب. ولكن هذا عمل سيء ومشين، فكيف يتعهدون للشيخ بعدم الصيد وهم ينوون عكس ذلك؟ هذه هي صفة النفاق المرذولة، وهي أن تظهر خلاف ما تبطن، وهي صفة سيئة أعاذنا الله منها. والله سبحانه وتعالى ضرب على بني إسرائيل الذلة والمهانة لبعدهم عن ربهم ومخالفتهم لما نزل على أنبيائهم علهم يرجعون إلى ربهم ويستقيمون، فجعلهم جماعات متفرقة المذاهب مختلفة المشارب، فأنزل الله سبحانه وتعالى بهم البلاء تلو البلاء ليرتدعوا ولم يرتدعوا. قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم في الأرض جماعات، وجعلنا كل فرقة منهم في بلد أو منطقة، منهم الصالحون ومنهم الطالحون، والصالح جازيناه وأثبناه بالخير، والطالح أنزلنا الويل والعذاب عليه وعلى من اتبعه في ضلاله وشره وظلمه، وسلطنا عليه من هو أظلم منه. وماذا حدث بعد أن انفض الجميع وبقي الرجلان المفسدان؟ هذا ما سنكمله إن شاء الله غدا، لنرى بقية القصة وكيف انتهت. من وحي رباني لنزول بقصص القرآن، أدعو صحبي والخلان.
قد آن الموعد قد آن قد آن الموعد قد آن فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن فلنحيا مع سير شتى نجد الحكمة والعرفان يرويها جد يمتعنا يبدأها بذكر الرحمن هيا 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 قد آن الموعد قد آن هيا 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 قد آن الموعد قد آن هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان هيا هيا يا صحبتنا نستقي من فيض القرآن جدي راشد يروي قصصا تحلو في كل الأزمان عن رسل سوف يحدثنا حملوا الراية للإنسان أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن أحسن قصص سنرددها تحفظها سور القرآن هيا 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 قد آن الموعد قد آن